جاءني 4 من الإخوة يسألون عن سمسرة في معاملة مالية كبرى. لكم أن تتصوروا يا إخوة أن سمسرتها تقرب من 200 مليون ريال سعودي. السمسرة فقط تقرب من مبلغ 200 مليون ريال. وقالوا لي إن المشايخ أحالوهم إلي، فعرضوا علي المعاملة، فوجدتها تنضح حراما من كل جهة. فقلت لهم يا إخوة هذا حرام لكذا وكذا وكذا، وأنا على يقين أنكم تعرفون أنه حرام لأن الحرمة فيها واضحة. قالوا يا شيخ ادرس المسألة لعلك تجد وجها. قلت أدرس المسألة، أعدت النظر فيها، درستها، قلت لهم والله يا إخوة لا أجد لها وجها في الحل بوجه من الوجوه. فماذا قل؟ قال لي أحدهم، قال لي يا شيخ ما رأيك أن ندخلك معنا؟ واجتهد لعلك تجد وجها شرعيا. يعني حوالي 40 مليون. فقلت له يا أخي لو رضيت أن أدخل معكم ثم أفتيكم لما جاز لكم أن تأخذوا بفتوى. فالذي ينظر في الأموال اليوم لابد أن يعظم في قلبه خوف الله سبحانه وتعالى، فإن الناس يتعاملون بمبالغ باهظة، فإذا لم يكن مقدما خوف الله عز وجل قد تزل به القدم والعياذ بالله.